احتفلت إيبرشية باريس وشمال فرنسا يوم الأحد اللي فات بتكريم أبنائها الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية هذا العام، وتضمنت الاحتفالية اللي أقيمت بمقر المطرانية كلمات روحية من أصحاب النيافة الأنبا أغابيوس أسقف رئيس دير القديس الأنبا بشوي ونيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والهدايا على الشباب. نتابع. نظمت إيبرشية باريس وشمال فرنسا يوم الأحد اللي فات احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة الثانوية من أبناء الإيبرشية واللي بيتم تنظيمها للسنة الثامنة على التوالي. يوم مفرح جدا جدا، وفرحنا للطلبة اللي هم تخرجوا ثانوية، وإن شاء الله نفرح بيهم في التخرج في الجامعة ويشتغلوا ويبقوا أطباء ومهندسين. ودايما بنقول لهم خدوا بالكم من الأسرة الكنيسة، وكمان ياخدوا بالهم من البلد اللي هي ربتهم علمتهم فرنسا، وما ينسوش برضو الجذور بتاعتهم مصر. اتعودنا في كل سنة في نهاية السنة القبطية وعيد النيروز بداية السنة الجديدة ان احنا بنكرم ولادنا اللي يتخرجوا من الثانوية العامة، يعني بنعمل يوم كل سنة كده بنسميه عيد النجاح، والحقيقة بيبقى يوم مفرح للأولاد اللي هم اللي خرجوا من الثانوية العامة، وللأباء والأمهات اللي تعبوا معاهم طول السنة أو طول السنين اللي فاتت، وكمان الأباء الكهنة والخدام والخدمات اللي خدموهم. احنا فرحين قوي بالمناسبة ديت، يعني أنبا مارك نشكر اللي مجمعنا ومخلينا نعدي أوقات جميلة، نشكر حضور الأنبا غابيوس كمان إن هو سافر وجالنا عشان يقضي معنا الأيام ديت. احنا فرحين قوي بالايام ديت، وشكرا سيدنا وشكرا الانبا غابيوس، خلنا بركه سيدنا انبا مارك وسيدنا انبا غابيوس. وبجد كان يوم حلو قوي، وهزرنا ولعبنا ولف بجد حلو قوي، نشكر ربنا. النهارده اليوم كان حلو جدا، واتبسطنا جدا بالتخرج. شكرا انبا مارك، وشكرا كل الاباء كان اللي كانوا موجودين النهارده. اتبسطت جدا النهارده، وميرسي كتير للانبا مارك، مجهود كبير جدا، شكرا كتير. شكرا قوي على الحفله دي، وان شاء الله الجايه تكون حلوه. شكرا لكل الكنيسة والأنبا مارك عملوا لنا الحفلة دي، بتفرح كل الأولاد، وشكرا يا أنبا مارك. أول حاجة عاوزين نشكر نيافة الأنبا مارك والأنبا غابيوس اللي يبقى يكون معانا النهاردة. نشكر بابا وماما والإخوات وكل حاجة عشان يعني يشجعونا طول السنة، يعني عشان ناخد الامتحان الثانوية العامة. ترأس الاحتفال نيافة الحبر الجليل أنبا مارك أسقف الإيبرشية، بجانب نيافة الحبر الجليل الأنبا غابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وبمشاركة الأباء كانت الإيبرشية وشعب الكنيسة. تضمن الحفل العديد من الفقرات اللي شارك فيها عدد كبير من الخريجين، وكلمات روحية من نيافة الأنبا غابيوس ونيافة الأنبا مارك اللي تمنى لهم النجاح في المرحلة المقبلة. وفي نهاية اليوم كانت فرصة لأخذ الصور التذكارية مع الأباء الأساقفة والأباء الكهنة. من باريس، مينا سلامة، سي تي في.